أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي. قبل أيام يعني ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لأحد المواطنين من أبناء النجف، حط العراقيين من أبناء النجف، يعني وكان يصور بنفس الفيديو، كان يعني يحمل هاتف الجوال ويصور نفسه مثل ما قال هو في بث مباشر، وهو ذائب إلى دائرة الكهرباء في النجف. لماذا يذهب إلى دائرة الكهرباء في النجف؟ قال لأنه أريد أن أسأل مدير هذه الدائرة لماذا تقطعون الكهرباء عنا 4 ساعات، يعني تقطع 4 ساعات وتأتي ساعتين فقط، وتقطع 4 ساعات وتأتي ساعتين، وبالتالي مجموع ساعات القطع باليوم الواحد و24 ساعة 16 ساعة قطع و8 ساعات فقط، يعني تأتيهم الكهرباء. بعد 20 سنة الدولة تتحدث أو الحكومات هذه تتحدث عن أنها صرفت على الكهرباء 81 مليار دولار، هم يقولون هكذا، والمبلغ أكبر من هذا بكثير، وكل ذهب في جيوب الفاسدين وجيوب إيران. يعني وربما نكررها مرة أخرى، يعني جئنا بمولدات للغاز لكي مولدات تولد الكهرباء تعمل على الغاز، ونحن ليس لدينا غاز لكي نستورد الغاز من إيران. من البداية مصممة هكذا لكي نستورد الغاز من إيران لكي نفيد إيران، هذه هي. وإيران متى ما يعني وجدت أن الوضع السياسي غير مريح بالنسبة لها تريد تضغط على أحد تقطع هذه الكهرباء وتقطع الغاز وتقول ديون وغير ديون ومشاكل كثيرة، وبالتالي نحن أمام وضع كارثي. 20 سنة والكهرباء بهذا الحال المزري، ودرجات الحرارة تصل في الصيف إلى 60 درجة. فهذا المواطن أخذ هاتف الجوال وفتح ما يسمى بالبث المباشر وذهب إلى الدائرة ليسألهم: السلام عليكم، السلام، أريد أن أقابل المدير. هكذا تحدث الرجل، ومن البداية واجهوه بريبة وخوف وحساسية عالية. وصل إلى يعني هو يبث، وصل إلى مكان تحدث به الموظفين، قال أريد أن أرى المدير، لم يوافقوا على أن يقابل المدير، وقالوا له تفضل ماذا تريد. والرجل تحدث، قال أنا أريد أشوف المدير وأريد أسأله ليش هذه الكهرباء مقطوعة. قالوا هذا يعني وأنت يعني ماذا تريد؟ وبعدين قال هذا بس هذا سؤالي، وأقول إنه يعني قبل أيام كانت ذكرى وفاة محمد الصدر، 3 أيام النجف ما انقطعت به الكهرباء، إذا أنتم قادرين أنه تعطونا الكهرباء بشكل متواصل، لماذا الآن تقطع 4 ساعات وتأتينا ساعتين؟ يعني 16 ساعة باليوم تقطع، وإحنا ناس ورانا أعمال ورانا أطفال ورانا حياة ورانا، وبعد 20 سنة من الضيم والصبر هذا وضعنا، أريد أسأله ليش؟ قالوا له ليس يعني مو إحنا المسؤولين. قال كيف انتم مو دائره الكهرباء هنا بالنجف؟ قالوا احنا 3 دوائر في النجف، دائره يعني حديث غريب عجيب، دائره اداره ودائره ما اعرف شنو تحميل ودائره ما تحدثوا بلغه مايعه ولغه محاوله لابعاد الرجل باي طريقه، لا احد يعطيه جواب. واحنا اللي تجينا الكهرباء نوزع لكم اياها، احنا مثل الدكان والدكان ايش يجي، وكلام ليس له معنى الحقيقه. الرجل ظل مصر على هذا الموضوع، ظل يتحدث، واذا بهم ينقلبوا عليه، تحدث بكل ادب وبكل احترام ولم يرد ان يسيء الى احد، هو لا يريد ان يسيء، يريد ان يوصل صوته، وقال اذا انتم ترونني انه انا يعني مخالف او منتهك لقانون اخذوني للشرطه، اخذوني الى محكمه، اتهموني باي شيء. وانتبهوا بانه هو يفتح التليفون، قالوا اقفل تليفونك. قال لا اقفل تليفوني. لماذا؟ قال لانه هذا التليفون عندما اقفله ستدعون علي، هو من حقه لا يثق بهم، او لا يمكن الوثوق بهم، ستدعون علي باني انت موظف وانا اعتديت على موظف، وبالتالي تركبون علي قضيه، فانا فاتح هذا التليفون ضمانة لي وضمانة لكم،
لكي لا تعتدوا علي ولا اعتدي عليكم، واني ما اريد اعتدي على احد ولا اريدكم تعتدون علي، انا اريد اسال وجاوبوني، واذا انتم شايفين هذا السؤال مني خطأ اخذوني الى المحكمة، اخذوني الى مركز الشرطة هكذا. واذا بهم يأتون بشخص وبدأوا يهددوه قبل ان يأتوا بشخص ربما مسؤول الامني او مسؤول ما اعرف، ويقول له يهدده اغلق التليفون اذا لم تغلقه ماذا ستفعل، هل ستضربني؟ قال لا ما اضربك بس يعني يجب ان تغلقه، قال لا ما اغلقه، انا ما مسويكم شيء ولا نطلعكم ولا نطلع صوركم ولا اريد منكم شيء، انت غرضك انت مغرض، انت دازيك من غير جماعه، انت ليش تتعدى على مقتدى الصدر؟ الرجل قال ماذا تعديت على مقتدى الصدر؟ انا قلت في وفاه محمد الصدر بقت الكهرباء 3 ايام لم 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 تقطع. انا هذا سالت السؤال، اذا كنتوا انتم قادرين ما تقطعوها 3 ايام لماذا لا تقطعوها؟ هذا سؤالي، هذا هل فيه اعتداء على مقتدى الصدر او جماعه مقتدى الصدر؟ لماذا تدخلون الموضوع بهذا الشكل؟ لاحظ لاحظ اذا كانت انا تحدثت عن هذا الموضوع لهذا الحوار، مو لانه الكهرباء الكل يعرف فيها، بس هذا الحوار في دوائر الدوله كيف يزيفون الامور وكيف يريدون من الانسان يعني ان يتحدث باللغه التي يريدونها، لا يجاوبونه، واذا ما حسوا بحق له يحرفون الموضوع باتجاه اخر ويحرفونه بهذه الطريقه انه هو يريد، لذلك من حقه كان فاتح التليفون لانهم يريدون ان يلبسونه قضيه، يدخلونه في عداوات مع احزاب ومع جماعه مقتدى الصدر وشتم مقتدى الصدر، لم يشتم ولم يقل شيئا، والفيديو موجود في كل الناس والناس تقدر كلها تشوفه. قالوا لا تهجمت على الاحزاب، قال انا لم اتهجم على احد، لا احزاب ولا غير احزاب. حديثي واضح، سؤال واضح، جيت لكم واقول لكم وين المدير اساله لماذا الكهرباء احنا ما تجينا؟ ليش تنقطع 4 ساعات؟ ليس اكثر من هذا. واذا بهم بهذا الحوار وهذا العنف اللي واجهوه به بشكل يعني لولا التليفون لولا الهاتف مفتوح لكانوا فعلوا به ما فعلوا، وبالتالي اجبروه على قال انا اخرج برا واخذوا التليفون اذا تريدون واخذوني وخلوا الكلبشه بيدي. انت مذنب، اذا ليش تقول كلبشه؟ اذا انت مذنب. كلام غريب عجيب يتحدثون به ويحاولون ان يحرفوا الحديث والحوار بشكل اخر لكي يظهر انهم على حق وان هذا المواطن اعتدى عليهم وهم في وقت دوام رسمي. واذا هذا هو شكل الحوار، هذا نموذج لاحدى دوائر الدوله، لاحدى المؤسسات التي تتعامل مع المواطن بهذه الطريقه يتعاملون. هذا شيء يدل على ان القانون غير موجود، لا يخاف احد، لا احد يخاف من القانون، لا احد يخاف من المسؤوليه، لا احد يتحمل المسؤوليه، وبالتالي يريدون ان يتقووا بهذه الجهه او تلك الجهه على حساب المواطن. هذا ما يسمح به وقت هذه الحلقه الحقيقه. المواطن هذا يعني الله يعينه، وين والله يعين كل العراقيين، درجه الحراره تصل الى 60 درجه والكهرباء مقطوعه ويتحدثون عن اصلاح وما اعرف منو وعراق جديد، هذا العراق الجديد اللي جاءت به امريكا وجاءت به الميليشيات وايران. أترككم بخير، ألتقيكم في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.